السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحبابي بالله، موضوع هذه الحلقة عن تحذير الله للمهدي المنتظر بأن لا يكون كصاحب الحوت ذي النون، وأن عليه الصبر على المكذبين لحتى حين. أحبابي بالله، كثير من الناس بيقولوا لي: يا أخي أنت خليت أكثر القرآن المهدي. يا أحباب الله، القرآن فيه مثالي. المثالي هي حدوث الأمر مرتين، وجود الآية مرتين. يعني القرآن نزل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هاي أول المثالي، والثاني المثالي بنزل للمهدي عليه السلام. كيف بنزل؟ القرآن موجود. هسا انت لما تحط برنامج على، بدك تنزل برنامج من النت، مش موجود البرنامج، انت بتنزل اللي بدك اياه منه. فرب العالمين لما ينزل على المهدي القرآن الكريم، يعني بفتح له علوم، بيخليه يشوف امور من القرآن الكريم تناسب العصر اللي هو موجود فيه. فالقرآن الكريم مش بس لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو نزل عليه، بس لكل واحد مؤمن مسلم إلى آخر، ما في زمان، حتى في الجنة في النار بالقبل والأزل القرآن الكريم في الكتاب المحفوظ. فما يستغرب الواحد إنه أنا بنزل آيات تثبت إنها للمهدي، وهاي الآيات اللي راح أنزلها بثبت لكم إنها للمهدي مش لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس مش كل القرآن خاص بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن خاص بكل المخلوقات. عشان هيك ما يغضبوا بعض الناس ويقولوا انت قاعد تكفر وحطيته نبي. انا عمري ما قلت المهدي نبي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، انا بقول المهدي رسول، والرسالة موجودة، والوحي بنزل دائما، الوحي بنزل. بس الوحي في ثلاث طرق للوحي، نزلت أشط عنها، بديش يعني ادخل في الموضوع هذا، خلينا نجي على موضوعنا، إنه الله سبحانه وتعالى يحذر المهدي بأن لا يكون كصاحب الحوت ذي النون اللي هو سيدنا يونس عليه السلام. بسورة القلم من آية 46 إلى 52 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاشتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون أنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. طيب المهدي، ليش أنا قلت هاي الآيات للمهدي؟ هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مرحلة من مراحل الدعوة لما نزلت عليه أول آيات القرآن الكريم حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، هل كان زي سيدنا يونس عليه السلام؟ مثلا هيا سورة الأنبياء 87-88، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم هيك؟ قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يوم الأيام مغاضبا على الدعوة، على قومه، على أي قوم؟ يا أحباب الله، الواحد يكون إيش؟ أورجيكم صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. صحيح البخاري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقيت من قومي ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني، يقصد دعاه من الإسلام في الطائف، فانطلقت سرت وأنا مهموم فرفعت رأسي، تعرفوا رجموا بالحجارة ونزل الدم من جليه ومن جسمه، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني، فقال: إن الله قد سمع قول
قومك لك وما ردوا عليك. وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد، ذلك فما شئت، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، أي لفعلت. والأخشبان هما جبل مكة، أبو قبيس وقيقعان. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده ولا يشرك به شيئا. شوفوا هالموقف هذا، قداش يتآلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الطائف. قصة بتبكي الدموع، يعني بتخلي الواحد يبكي دم من كثر ما تآلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمعقولة إنه الله سبحانه وتعالى بقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. يعني شو كان سيدنا يونس عليه السلام؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل يوم من الأيام كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغاضبا على قومه؟ لا. إذا ليش الله سبحانه وتعالى بيحذر؟ هل كان يحذر سيدنا محمد هيك؟ وعارف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قديش عنده صبر وقديش عنده أخلاق وقديش بتمنى الخير للجميع. فالمهدي مختلف عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه في آيات أخرى كثيرة سورة الشعراء تثبت أنه هاي الآيات للمهدي. سورة الشعراء من آية 1-60 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. شو معنى هالكلام هذا؟ يعني لعلك باخع عن نفسك ألا يكون مبين، يعني أنت من شدة الحزن إنهم مش راحين يآمنوا. الله بقوله إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. آية أخرى سورة الكهف من آية 1-8 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. مين هم هذول؟ النصارى. ما لهم به من علم ولا لأبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني أنت محزن نفسك إنهم مش رايحين يؤمنوا بهذا الحديث، يعني القرآن الكريم وبالإيمان وبالدين، وتتأسف عليهم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. هل عمر الأرض زينت كما المزين بعصرنا؟ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما إجا كان لقوم، القوم النبي الأمي لقريش ثم الجزيرة العربية ثم الناس كافة، بس هل كانت النصارى هي هم؟ هون بقول في سورة الكهف لمين؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقول إلا كذبا. فلعلك باخ نفسك على مين؟ على النصارى واليهود اللي ما بدهم يآمنوا. فهمت علي؟ عشان هيك الآيات هاي كلها بتدل إنه لا تكون كصاحب الحوت، مش لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ودليل آخر سورة الأنعام من 34-37 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله قادر على أن ينزل آية، وين الآية هاي؟ الآية كما بنزلت لكم أحباب الله بصورة الشعراء طسم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين.
النشأ نزل عليهم من السماء آية فظلت عناقهم لها خاضعين، وحياة بدون إقسام إنه المهدي، هذا الكلام للمهدي عليه السلام، إنه راح توصل معه مرحلة بده يفقد الأمل، ييأس إنه الناس راح يسمعونه. بس رب العالمين بيقول له لا تكون مثل صاحب الحوت، يعني ما تكون تذهب مغاضبا من الناس لأنهم مش راحين يآمنوا. الله سبحانه وتعالى رايح ينزل عليهم آية ويجعلهم كلهم خاضعين إليك يا المهدي، ويخضعوا لأمر الله وللقرآن الكريم، ويصير كل الأرض مسلمين برضا الراضين وكرهان عن الكارهين. فهمت علي يا أحباب الله؟ فأكثر من هيك دلائل أن المقصود هو ليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من أول ما جت الرسالة حتى انتقل الرفيق الأعلى وهو صابر ومحتسب، حتى كان يحزن ويبكي على الواحد اللي بموت وهو مشرك أو كافر. المهدي مختلف عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بس رب العالمين راح يأيده بآيات ومعجزات تجبر العالم كلها على طاعته، ولا كيف أمر الله بده يتم؟ فهمت علي يا أحباب الله؟ اللي عنده اعتراض ومش مصدق بالقول اللي بحكيه، وأنا كله مثبت في القرآن الكريم، وجبت حديث من أحاديث صحيح البخاري لإثبات إنه شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام مختلفة في أمور الصبر على المشركين على المهدي عليه السلام، يجيب لي الدليل وحجة. بس ما يحط اللي بيقول في رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم كافر، أعطوني آية في القرآن الكريم بتقول إن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. يعني رب العالمين لما قال رسول الله وخاتم النبيين، وأثبت لكم إنه كل نبي رسول، بس مش كل رسول نبي. فاللي عنده دليل وبرهان يدحض حجتي أهلا وسهلا، بس إنه كلام من عنده يجي يقول لي لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أنا ما قلت في نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بس في رسل، والرسل مستمرين من الملائكة رسل. النحل الله أوحى لهم وأوحى لأم موسى، مش شرط يكون رسول لما يوحى إليه. القرآن الكريم كله وحي، إنه وحي يوحى، القرآن وحي يوحى، يعني مستمر بالإيحاء إلى ما نهاية. عشان هيك في ناس الله بفتح عليهم علوم من القرآن الكريم، بكتشف شيء أمور بكل العصور ما حدا عرفها قبلي. قلت عليه أحباب الله، اللهم إني قد بينت وأثبتت مليون إثبات، بس في ناس والله زي لو نزلت الملائكة وشهدت إنه المهدي رسول رايحين ينكروا، لأنهم نكروا سيدنا محمد لما إجا عليه الصلاة والسلام، وكل ما يجي رسول بتلاقي فيه مكذبين. اللهم اجعلنا الذين استمعوا القول فاتبعونا أحسنا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.